قال إنما أهدو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. من الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل ما امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفارق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى وقيل من يابى يا رسول الله قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. سلكت يا سيدي يا حبيب الرحمن نعيش يا سيدي في رحلات رواد بالترتيل التي ننقلها لحضراتكم في هذه الليله ليله تكريم حرم الحاج محمد عبد العليم ابو عبد الله وحرم اخو كل من الحاج سيد عبد العليم ابو عبد الله والحاج سعيد عبد العليم ابو عبد الله فباسم كل العائله الكريمه يتقدمون بخالص الشكر والتقدير لكل من جاء ليقدم واجب العزاء فوفاه المغفور لها باذن الله. والان نعيش يا ساده مع خير الحديث وطيب الكلم ايات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا قارئ جمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الشيخ احمد الشحات لاشين. ندعو الله تعالى له بالتوفيق ولي ولحضراتكم لحسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه فليتقدر فضيلته باذن الله مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما you
وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم وما نرى معكم شفعاءكم الذين
زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب العزيز العليم
إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي Oh,
مستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع
قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها وجنات من أعناب ومن النخل كنوان دانية وجنات من أعناب ومن النخل من وجنات من أعناب
والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إن في ذلكم لآيات وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ
وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وجعلوا لله شركاء وخرقوا له بنين وبنات بغير عين سبحانه سبحانه تعالى سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم بديع السماوات والأرض ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو
شيء فاعبدوه خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم فعليا
وما أنا عليكم بحفيظ. والفقيدة الرحمة ولله الصبر والسلام.